السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، من جديد جبت معكم اليوم فيديو جديد إن شاء الله، كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم، وما تنسونيش من التعليق والإعجاب واشتراك القناة إن شاء الله. اليوم غنقدم لكم حليوات كيجيو زويونين، كنديرو بيهم ديكورات لي جاتو في المناسبات، كيجيو رائعين جدا في مناسبة أعياد الميلاد اللي هما المورينغ، كيجيو زوينين بزاف وخفافين وكيدوبو في الفم كما كتشوفوا، حتى الديكور ديالهم كيجي رائع جدا، ويمكن لكم ديروهم بديكورات مختلفة على حسب الزواقات اللي عندكم، كيجيو رائعين إن شاء الله. غادي نخليكم مع الوصفة، والطريقة سهلة جدا. عندي كاس ديال السنيده، انايا استعملت كاس ديال السنيده اللي رقيقه بزاف باش كتطحن دغيا، كتصايب مزيان مع بياض البيض، كتدوب دغيا، حيت الا استعملتيها شويه غليظه كتبقى واحد المده طويله انك كتبقاي تترب تترب باش كتدوب ديك السنيده، مي هذه رقيقه كتساعد انها كتدوب دغيا. كنستعملوا 4 ديال بياض البيض في هذه الوصفه، واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال الحامض، 4 معالق الحامض، وشويه ديال الفانيل. هذاك الحامض كيساعد القوام ديال هاد المورينغ باش كيبقى شاد في راسو، ومنين كتبغي تزوقي به زواقات مختلفه كيبقاو في الوضعيه اللي كديريها فيهم. كنديرو في لا ماشين ديالنا 4 البيضات، صف البياض ديال البيض، عفوا بياض البيض، كنزيدو عليه ديك 4 معالق ديال الحامض، ولا ما كانش الحامض كنستعملو الخل، 4 معالق ديال الخل وشويه ديال المليحه، ونبداو نخلطو. كنخلطو ونخليوها تخلط مزيان، هادي شويه هنايا بدات كتطلع، مي خاصنا نخليوها طلع مزيان. انا دات لي تقريبا واحد 8 حتى 10 دقائق. هنا انا تمسح لي الفيديو اللي كنت درت فيه السنيده، فالسنيده كنديروها على مراحل شويه بشويه، كنديروا معلقه في كل مره، كل تقريبا 10 حتى 20 ثانيه كنديروا معلقه ديال السنيده، كنخليوها تطرب حتى عاوتاني كنزيدو معلقه اخرى، وبشويه بشويه وهكذا، وكنخليو الخليط ديالنا يتخلط، ما كنلوحوش السنيده على دقه واحده. هنا كنشوفو راه بدات كتعطينا القوام اللي مطلوب، ولكن مازال خاصها تزيد لان باقي ما شفناش داك المنقار اللي كيكون فاش كنهزو التراب، فغادي نستمر مازال بالتراب ديالها. وفي هاد الاثناء كنزيد واحد شويه ديال الفانيل، تقريبا معلقه صغيره، ونخليها مازال تزيد التراب ترب حتى كنحصل على القوام المطلوب. هنا صافي، هذا هو القوام اللي كنقلب عليه، هكا خصها تكون باش يمكن لينا نشكلو بها الشكيلات اللي بغينا، كي خصها تكون بحال هكذا. وحتى ملي كنقلبوا البول اللي كان اللي عندنا فيها المورينغ ديالنا، ما كيهبط حتى حاجه، ما كطيح حتى حاجه، كيبقى لاصق صافي. من بعد انا غادي ناخد كاس اخر، وغادي ندير فيه الملون اللي بغيت، يمكن لكم ديروا اي ملون بغيتو، اي لون، ازرق، اصفر، حمار، اي لون بغيتو،
انا هنا اختاريت اللون الاحمر، فمع البيض جاني هكا اللون. صافي كنعمر البوش ديالي وكنبدا نشكل الشكيلات اللي بغيت. انا في هذا الاثناء كنكون شاعله الفران. الفران تيكون في اقل درجه حراره، عندكم في الفران ديروها اقل درجه حراره، الاخر عندكم ديروها وكتدخلوه الفران. ها هو هنايا انايا ساليت التشكيلات ودرت عاوتاني دوك الصغيورين هكا، كيجيو رائعين في المنظر، ملي كتاكليهم كيدوبوا في الفم، تيجيو زويونين، والبنه ديالهم المذاق ديالهم تيجي زوين. يمكن لك ديرهم في الفران حتى لساعتين 3 سوايع، ماشي مشكل، كيطيبوا على خاطرهم، ولكن كما قلت لكم الحرارة ديال الفران، اقل حرارة عندكم في الفران هي اللي ديروا، كيطيبوا على خاطرهم على مهل. صافي انا غادي نستمر هكا وغادي نديرهم في الفران باش يطيبوا. خداو ليا تقريبا ساعتين، انا ساعتين صافي خرجتهم كانوا واجدين. وهذا هو الشكل النهائي ديال المورينغ اللي صايبت، كيجيو رائعين. والضياف اللي كانوا عندي مع صايبتهم انا على يعني حساب حلوة عيد ميلاد ولدي، جاو فعلا رائعين وعجبوهم بزاف، تيدوبوا في الفم كما قلت لكم وخفافين. ولا تبعتوا الطريقة اللي قلت لكم راه كيجيو ساهلين وكيتصايبوا دغيا وكيجيو رائعين في المنظر والمذاق وكل شيء. نخليكم على خير وبخير مشاهدي الكرام، ونتمنى يكون الفيديو عجبكم والوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. ومتنسونيش من الاشتراك في القناة وإعجاب وتعليق اللي يخليني نستمر معكم إن شاء الله بوصفات جديدة وناجحة بحول الله. وشكرا، وإلى اللقاء في وصفة مقبلة إن شاء الله. مع السلامة.